صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا هاجر شخص من بلد ما، هل يستطيع أن يعود إلى ذلك البلد لمدة سنة أو أكثر؟ يجوز للإنسان أن يذهب إلى بلاد الكفر مع التمسك بدينه لأجل مصالح دنيوية، كان يذهب لتعلم خبرات لا توجد إلا عندهم والمسلمون بحاجة إليها، كالطب مثلا، يتعلم لتعلم الطب، يسافر لتعلم الصناعة والاختراع، وكذلك التجارة، يسافر من أجل التجارة ليتعاقد مع المصانع ومع الشركات، يشتري البضائع، لا بأس بذلك. يسافر لأجل العلاج من لما يوجد إلا عندهم، هذه أمور لا بأس بالسفر من أجلها لأنها مصالح، لكن بشرط أن يتمسك بدينه، وإذا انتهت مهمته أن يعود إلى بلاد المسلمين، إذا انتهت مهمته. أما السفر للسياحة والنزهة في بلاد الكفار فهذا لا يجوز، هذه لا تجوز.